يعتنقون دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولما اعتنق هذا الدين كان مملوكا عند أمية بن خلف أحد أسادة قريش، ولكنه لما سمع به توعده بالتنكيل، توعده بأن ينهيه ويثنيه عن عزيمته بالقوة بالقوة، فكان يوضع في وقت الظهيرة في وقت الرمضاء يوضع على الرمال الساخنة، وتعلمون في الجزيرة العربية حال الطقس هناك وحال شدة الحرارة في ذلك المكان، وخاصة في فترة الظهيرة في وقت الظهر كان يوضع على الرمضاء، في وقت الرمضاء يوضع على الرمال الساخنة، وكانت تشم رائحة الشواء من جلده، وكان يوضع على صدره صخرة كبيرة عظيمة لا يقدر على حملها إلا النفر الثلاث أو الأربع من الناس، وكان يساوم على بيع دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر آلهة محمد المسور، وأن يذكر آلهة الكفار بالتعظيم والتشريف، ولكنه رفض. أبى واشتهر بقولة مشهورة: أحد أحد أو أحد أحد، قمة في التوحيد، قمة في توحيد المولى سبحانه وتعالى الذي يستحق المجد ويستحق التحميد والتكريم ويستحق العبادة ويستحق أن نتوجه إليه بما أمر به وما نبتعد عما نهى عنه، قمة في التوحيد برب العالمين كان فيها وكان في مستواها بلال بن رباح، كان يدفع بالقوة على أن يذكر إله محمد بسوء، ولكنه يأبى، يقول تأبى يأبى بها لساني، لا أستطيع أن أذكر رب العالمين بسوء وأن يذكر اللات والعزى بخير، رفض ذلك واستمات على ذلك، وكان منهك القوى كل يوم وهو كذلك، إلى أن مر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق لما مر عليه قال: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ فنظر إليه أمية بن خلف وهو يائس من حالة بلال، وعالم أنه لن يثنى، لن يثنيه القوة ولا الشدة ولا العنف ولا التنكيل ولا الترهيب من أن يذكر آلهة محمد بسوء وأن يثنى عن ذلك، عن هذا الدين الجديد. فقال لأبي بكر: اشتريه إن كنت قادرا عليه، اشريه إن قادر عليه. فاشتراه بعشر أوقيات ذهبية، عشر أوقيات يعني ضعف نصاب الذهب والفضة، ضعف نصاب المال، لأن النصاب يقدر بخمس أواق، ولكن اشتراه بعشر أواق، عشر أوقيات ذهبية. ولما كان بلال متكئا على أبي بكر منهوك القوى، نظر إليه أمية بن خلف وقال مستهترا مهينا حاقدا وحاقرا، قال: خذه فوالله فوالذي بعثك فواللاتي والعزى، فواللاتي والعزى، وكان يدعو بإلهي إلهيه، فواللاتي والعزى، لو طلبت فيه أوقية واحدة لبعتكه، وكان طلبت فيه أوقية واحدة بحول، لأنه لا يسوى عندي شيء، كلام مهين وجارح، ولكن المسلم عزيز بدينه لا يذل. نظر إليه أبو بكر وقال له قولة شهيرة: والله يا أمية لو طلبت فيه مئة أوقية لاشتريته منك، لو طلبت فيه مئة أوقية لاشتريته منك.
عزيز بدينه لا يذل أبدا، لا يذل أبدا. هذا موقف من مواقف كثيرة يعز نظيرها. في واحد الإسلام الأولى لما كان الإسلام في أول بعثته، كيف كان حال الناس وكيف كان المسلمون لما يعتنقون هذا الدين؟ يجلدون بالسياط، يقتلون، ينشرون بالمناشير، كانوا يفعلون فيهم ما يفعلون، ولكنهم لا يثنيهم ذلك عن قربهم لرب العالمين واتباع دين محمد، إلى أن هاجروا إلى المدينة المنورة وبنوا هنالك مدينة فاضلة، مدينة الإسلام. Je vais pencher aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, sur un homme, un compagnon du prophète, quelqu'un qui est éminent et tout le monde le connaît. C'est Bilal ibn Rabah, le mouadid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ils ont parlé à Omar ibn Khattab, radiallahu anha, le calife, ils ont dit: qu'est-ce que pense Abu Bakr al-Siddiq? Abu Bakr al-Siddiq, c'est le calife, le premier calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Omar ibn Khattab, radiallahu anha: Abu Bakr, notre maître, il a libéré notre maître. Abu Bakr, c'est notre maître qui a libéré, qui a franchi notre maître. Abu Bakr qui a franchi Bilal ibn Rabah, il était esclave à Umayy ibn Khalaf. Mais il est torturé lorsqu'il a embrassé l'islam. Il a torturé. Il le faisait sortir chaque jour au soleil de midi, vous savez, le soleil à l'Arabie Saoudite. À l'Arabie Saoudite, le climat là-bas, il dépasse à un moment donné, à l'été surtout, il dépasse 50 degrés. Il les met au soleil de midi pour les jeter sur le sable brûlant et les laisser souffrir sous le poids insupportable d'un rocher très lourd, très chaud. Bilal ibn Rabah, le mu'adhdhib du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une foi solide, mis à répéter une phrase qu'on connaît tous et toutes: Ahad, Ahad, Dieu unique, Dieu unique. Puis un jour, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, Allah a cet endroit pour leur dire: allez-vous tuer un homme parce qu'il dit que son Seigneur est Dieu et Allah. Par la suite, il dit à Umayya: je l'achète avec un prix dépassant sa valeur si tu veux. Mais Umayya, autant qu'il a manqué espoir que Bilal, il ne peut pas retourner de cette religion, de cette confession, la confession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté la proposition d'Abu Bakr, d'Abu Bakr al-Siddiq. Il s'était rendu compte que le prix de Bilal était plus profitable que sa mort. Comme Abu Bakr aidait Bilal lorsqu'il l'a acheté, mais il l'a acheté à 10 ouqiyats, environ 10 000 euros maintenant. C'est le double des nisab de la zakat. Environ 10 000 euros. Alors Bilal, il était faible à ce moment-là. Abu Bakr se rend compte que le mot qui est dit par Umayy ibn Khalaf et la suite, Wallah, il a dit: Wallahi wal uzzaz, si tu as demandé une seule ouqiya, je te le vends, je te le vends. Mais Abu Bakr al-Siddiq, il a vu que la parole était méprisante, la parole était humiliante à Bilal, alors que le musulman, il n'a jamais
été humiliant, il n'a jamais méprisé, il a toujours la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est toujours à la hauteur d'un musulman croyant qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, Wallah, Wallah, et Omeya, si tu as demandé 100 ouqiyah, je l'achète. Cet événement montre le degré d'importance et l'intérêt accordé par Abu Bakr al-Siddiq à la liberté de la personne et aussi à la faveur qui est accordée à Allah subhanahu wa ta'ala à chacun parmi nous par cette confession, par cette religion, la religion musulmane. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانتفاء اتقاله الى الرفيق الاعلى جاء بلال بن رباح الى ابو بكر الصديق خليفه رسول الله وقال له يا ابا بكر دعني ارحل الى الشام دعني ارحل الى الشام فقالوا بل ابقى معنا يا بلال ابقى معنا وأذن كما كنت تؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أؤذن بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لا أؤذن بعد النبي فأصر أبو بكر أصر أن يبقى وأن يؤذن للمسلمين كما كان يؤذن في عهده صلى الله عليه وسلم فقال بلال لأبي بكر وهنا حتى تعلم أن عامل المسلم لابد أن يكون محتسبا لرب العالمين ولا يكون لمصلحة وإنما هو لله عز وجل قال بلال لأبي بكر يا أبا بكر إن كنت عتقتني لك فأنا لك وإن كنت عتقتني لله فدعني لما عتقتني له فدعني لما عتقتني له إن كنت اعتقتني لنفسك فأنا باطل أبقى كما تريد وإن كنت اعتقتني لرب العالمين لله عز وجل فدعني لما اعتقتني له دعني أرحل وأذهب إلى الشام فبكى أبو بكر وقال بل اعتقتك لله يا بلال بل اعتقتك لله يا بلال بل اعتقتك لله يا بلال فعل أبو بكر كان فعلا فيه احتسابا لله عز وجل وفيه خير للمسلمين أنفق كل أمواله في سبيل عتق الرقاب في سبيل إخراجهم من الظلمات إخراجهم من عنف وشدة أعرافهم وأسيادهم أنفق كل ماله حتى يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لبنتيك فيقول تركت الله ورسوله تركت لهما الله ورسوله هذا أبو بكر الصديق يقول لبلال اذهب يا بلال والله اعتقتك لله وإنما أردت أن تبقى معنا حتى تؤذن كما كنت تؤذن في عهد رسول الله وخرج بلال إلى الشام وتوفي في الشام توفي بطاعون أقريب تسيد البروفية صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح المؤذن البروفيت اللي بدي ابو بكر الصديق لكاليف اللي يدي او ابو بكر لسمو ابارتيغ ا دمشق Je veux pas rester ici après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, mais tu restes, Bilal. Faut rester en faisant l'adhan comme tu l'as fait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Bilal, il a répondu, oh Abu Bakr, je ne veux pas rester. Je veux partir. Il lui a dit, oh Abu Bakr, si tu m'avais libéré pour que je sois à toi, je ferais ce que tu veux. Mais si tu m'avais libéré pour Allah, laisse-moi avec la cause pour laquelle tu m'avais libéré. Laisse-moi avec cette motivation, la cause par laquelle tu m'avais libéré. Et Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu de répondre dit certes Bilal, je t'avais libéré en vie d'Allah
رضا الله. Mais Bilal, il est parti à Damas. Il a resté un moment à Damas et à l'année Hégir, vers Hégir, l'année Hégir, il était décédé par une pandémie qui a propagé la ville de Damas, qui a répandu ces moments-là. Alors là, il est décédé et maintenant il est enterré à Damas. هذا هو حال المسلمين في أول بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا السلوك الطويل وهذا العمل الرشيد وهذا الصدق والإخلاص لرب العالمين في كل ما يقال وفي كل ما يفعل، كل ما يقولون وما يفعلون كانوا نموذجا، كانوا مثالا يقف على أثاره، كانوا قدوة حسنة، قدوة لنا ماذا نقول نحن وقد حسن حالنا ونحن أحرار، نحن نعمل ولا يفنينا فعل شيء، نحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس بالأخذ بالأسباب بل بالعكس نتواكل، في حين أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطونا مثالاً، مثال يقف على أثاره، مثال يحتدى، مثال يقتدى به. فمن كان على شكيلة رسول الله وصحابته فليحمد الله عز وجل، ومن كان على سواه فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يوفقنا لفعل الصالحات، وأن يهدينا إلى أقوم السبيل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرعانا جميعا بالتوفيق والتسديد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي هدانا لتقواه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نعلم الإخوة والأخوات أن السبت المقبل، مش هذا السبت، السبت 11 من ديسمبر إن شاء الله تعالى، ينظم مسجد برون لقاء تكويني للسيمينار. هذا اللقاء يمتد على يوم كامل، يبدأ من الساعة 9:30 صباحا يوم السبت 11 من شهر ديسمبر إلى الساعة 4:45 تقريبا قبل صلاة المغرب. لقاء يحتوي على جلستين علميتين، جلسة أولى صباحية وجلسة بعد الظهر، جلسة من 9:30 من 10 عفوا إلى منتصف النهار 45 دقيقة، وجلسة ثانية من الساعة 2 إلى الساعة 4:45. يؤمن هذه الجلسات الجلستين عفوا يؤمنها أستاذ دكتور يأتينا من جامعة الزيتونة، الشيخ الدكتور إلياس دردوك، وهو مختص في فقه النوازل، ومختص في أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية وفي الفقه، وهو مختص كذلك في المالية الإسلامية، الاقتصاد الإسلامي. وستكون المحاضرات بحول الله تعالى أو التكوين أو برنامج التكوين طيلة اليوم في فقه المعاملات المالية أو أساسيات فقه المعاملات المالية الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة، يعني ما يمكن أن تسأل عنه وتبحث عنه تجده ردا من الدكتور إن شاء الله تعالى، لأنه ذو اختصاص في الميدان. كل ما يتعلق بالمالية في البورصة، في الليزين، في الأشياء هذه، لابد أن تعرف حب الله وحب الشرع فيها، وليس ثمة أفضل من هذه المناسبة لطرح الأسئلة وللتعلم وللتعرف على فقه المعاملات المالية إن شاء الله تعالى. ينعقد اللقاء في جامعة برون بإذن الله تعالى، فأنتم مدعوون بأن تكونوا حاضرين معنا، من أراد أن
يعرف ويتعلم دينه فليكن حاضرا ان شاء الله. Alors je parle de la semaine prochaine, ça va être samedi prochain, samedi 11 décembre. La mosquée de Bron organise un séminaire. Un séminaire animé, c'est le séminaire par le docteur Elias Dardot, spécialisé en fait le droit, fondement de droit, finalité de droit, et aussi les droits de transaction financière islamique. Alors il va animer ces deux séances scientifiques, une le matin, une l'après-midi. Alors soyez nombreux et nombreuses. L'intitulé de ce séminaire, c'est les principes du droit des finances islamiques ou des transactions financières islamiques et leur pratique dans la société européenne ou bien dans l'espace européen. Vous êtes invités tous et toutes d'assister à ce séminaire et d'être présents dans ce séminaire qui est vraiment un séminaire très profitable, très bénéfique pour tout le monde, Inch'Allah. Celui qui a des questions à poser, il a vraiment l'occasion de poser ses questions et trouver les réponses adéquates et convenables par le docteur Elias Dardot qui est spécialisé dans le domaine et spécialisé dans la matière. أنتم مدعوون إن شاء الله أن تكونوا في جزيفة يوم 11 يوم السبت المقبل في هذا المسجد المعمور ولكم فضل وخير ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى فعل الصالحات وأن يهدينا إلى قرب السبيل وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إن في الجمعة ساعة مستجاب فيها الدعاء توجه إلى ربكم دعاء وإنابة عسى أن تكون مساعدكم ساعة الاستجابة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم كن لنا ولا تكن علينا ثبت على نهج الاستقامة نعوذ بك من موجبات الندامة يوم القيامة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذب النار يا رب العالمين اللهم ألف بيننا كن معنا ارفع عنا الوباء والبلاء انظر بنا في مجرى من قضاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في أخت تلتمس منكم الدعاء لأنها توفي فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمة واسعة وأن يزكينا وغفر لنا سجدانا وأن يرحم جميع أموال المسلمين لا تنسوها ولا تنسوا هذا الابن إن شاء الله من الدعاء في سجود منكم بارك الله فيكم